الصوت هل تتحرك النيابه ام لا؟ ده تعدد معنوي. ارتكب كم جريمه؟ اثنين، زنا وفعل فاضح علني. الفعل الفاضح علني اخرته سنه، وزنا الزوج ست اشهر، والجريمه الاشد فعل فاضح، يبقى هتتحرك النيابه وتقبض عليه في فعل. مبسوطين طبعا، مبسوطين قوي، مبسوطين قوي طبعا، مبسوطين اخر انبساط يعني. يبقى كده الزوج هيتحس يا ولد. العقوبه هنا ايه؟ الاستاذ احمد بس يعني. استاذ احمد في كليه حقوق معايا في القاهره، وطلع الاول مقرر السنه اللي فاتت يعني، فمخه حلو كده ان شاء الله يعني. يبقى ده في حاله الارتباط المعنوي والارتباط المادي. طب ايه الارتباط المادي؟ يعني ايه ارتباط مادي؟ يعني فعلين يساوي نتيجتين، فعلين يساوي جريمتين، اما التعدد المعنوي فعل واحد يساوي جريمتين. ازاي عامل ايه؟ والله الحمد لله. فعلين بنتيجتين، يبقى جريمتين بعقوبتين، يعاقب على ايه؟ بالعقوبه الاشد. اذا كان في ارتباط بينهما لا يقبل بتقوله لا يقبل التجزئه، اما اذا كان يقبل التجزئه، اما اذا كان يقبل التجزئه يبقى كل عقوبه هياخد عقوبتين مش عقوبه واحده. إذا كانت الجريمتين ماديتين ومفيش ارتباط بينهم كل عقوبة لوحدها. أما إذا كانت الجريمتين لا يقبلان يعني في ارتباط بينهم لا يقبل التجزية، هياخد العقوبة الأشد. الواد الجيل الحالي يعني معلش يعني الواد سرق أبوه أو سب أبوه وضربه. سب وضرب والأب لم يقدم شفا، النيابة تتحرك؟ فقط السب والقصف بجرائم الشكوى، والأب ما قدمش شكوى يبقى مش هتعاقبوا على السب، لكن ضربه يبقى تتحرك. يبقى إيه يا باشا؟ تتحرك في الضرب. تتحرك إيه يا باشا؟ في الضرب. هتتحرك فين؟ ولا طيب الزوجه ارتكب جريمه الزنا قبضنا عليها، مين يا بنت اللي معاك ده؟ ده جوزي. وادي وثيقه الزواج اهي، طلعت وثيقه الزواج مزوره. جنايه ولا جنحه؟ جنايه، محارب مزور، وجريمه زنا مرتبطين ببعض ولا لا؟ هتعاقب العقوبه الاشد، والزوج لم يقدم، يبقى النيابه هتتحرك في التزويج. بس في اي مشكله؟ يبقى هنا الابن هيتعاقب على جريمه الضرب ولن يعاقب على جريمه السب وايه؟ والقصف. الحاجات دي بتبقى حساسه قوي في الجرايم، عشان معظم الجرايم فيها تعدد، فيها تعدد دلوقتي، فيها ايه؟ تعدد دلوقتي الجريمه كده ورا بعض. شروط تقديم الشكوى من المبني عليه. مبني عليه او مش مضروب يا باشا؟ لا مش مضروب. مبني عليه مش المضروب. في فرق بين المجني عليه وفي فرق بين المضروب. يبقى المجني عليه شخصيا الذي وقع عليه الفعل المادي. الفعل يا باشا المادي. وكيله بتوكيل خاص. الادعاء المباشر يعتبر طريق شكوى. طريق يا باشا شكوى. اذا بلغ الشاكي اللي هو المجني عليه لم يبلغ 15 سنة وكان متمتع بكل إرادته ومفيش أي عليه إكراه مادي ولا إكراه معنوي، يبقى لازم اللي يقدم الشكوى يكون عمره 15 سنة فأعلى. إذا لم يبلغ المجن عليه 15 سنة أو كان مصاب بعاهة عقلية، كان الولي بتاعه هو اللي يقدمه، مالوش ولي يبقى النيابة العامة. والعاهة العقلية اللي هو الجنون والعاهة، أما السفيه ده مش عاهة عقلية. السفيه مش عاهة عقلية، عندنا سفيه عمره 30 سنة، تصرفاته مقبولة ما عدا تصرفاته المالية، هيعامل معاملة القاصر. عشان معاملة، في فرق بين المجنون والمعتوه والسفيه. المجنون والمعتوه عديم الإرادة،
اما السفيه مش عديم الاراده، ده عنده سبب في احواله الماليه بس فبيتحجر عليه، لكن بيتصرف بقيه تصرفات السفيه. اما المجنون فده عديم الاراده فلازم وريلي. اذا وقعت الجريمه من الولي الشرعي، مين كان بيسال؟ من الولي الشرعي، وكان المجني عليه لم يبلغ 15 سنه وراح اشتكى، لا تقبل شكوته، النيابه هتحل محله. يبقى في زي زنا المحارم او اي حاجه، يعني ان في الولي اعتدى على المجني عليه الذي يبلغ من العمر 12 سنه، الواد جري على الاسم، هتقيد ايه؟ شكوى، بس لازم النيابه هي اللي تشتكي نيابه ايه؟ عن الولد. نيابه عن ايه؟ الولد. واحد خاطب واحده ولقاها مرتكبه جريمه زنا مع صاحبه، ها؟ يقدم شكوى ولا ما يقدمش؟ ها؟ ده خاطب، ما ينفعش يعني. ما ينفعش. خلاص. هو الخطوبة في المسيحية بتعتبر نص إكليلي، يعني هنا هيشتكي. في المسيحية يشتكي. يشتكي. لكن في المسلمة الخطوبة لا، لأن الخطوبة عندنا في الإسلام وعد بالزواج، أما في المسيحية فهي بتعتبر نص إيه؟ زواج، فعشان تفرق العملية كده. أنا سألت والله. لا بيوثق في الكنيسة. بس أنا سألت بابا برضه إيه؟ كل حاجة ليها حاجة. طيب. كاتب كتابه لم يدخل. زوج شرع دخل عليها، شرع طلعها. لا طلعها وهي عملت الواقع خلال سواء كان ايه؟ طلاق ايه؟ راجعي. بعد 3 اشهر يتحول الطلاق الراجعي الى طلاق باين. غلط، لازم تحددي باين بينهما صغرى ولا كبرى، عشان كده ما جبتيش جيد جدا. لازم تحدد بقى ان بينونه صغرى او بينونه كبرى. ايه الفرق بين الرجعي؟ ان الرجعي ان الزوج يرجع زوجته بدون رضاها وبدون عقد وبدون مهر. اما الباقي بينونه صغرى فتعود اليه بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها. اما البينونه الكبرى فلا تعود اليه الا بعد ان تتزوج زواجا صحيحا، يعني مش محلل، وتنقضي العلاقه الزوجيه الثانيه بالوفاء او بالطلاق، ثم تنقضي عدتها بالوفاء 14 كم؟ 10 ايام، او بالطلاق يبقى ايه؟ كذا، يبقى 3 شهور كذا، ثم تعود الى زوجها الاول بعقد ومهر جديد. هتعودي زوجها بثلاث طلقات جداد، لكن البينونه الصغرى هتعود ناقصه العدد. انتوا قاسيين قوي في حوايج شخصيه يا باشا كده. طب كل القضيه حوايج شخصيه؟ طيب ماشي. كلها حوايج شخصيه. كلها حوايج شخصيه، اه والله العظيم. عرض كده، انا سمعت ان الستات لما الطلبه تتبسط عشان يوم 12 نفقه. يقول لك ايه يا 12 نفقه يا اختي؟ نفقه عيد ونفقه موت، هتقعد تعد كده اصابعك. دي كانت في اعداديه البنت دي وانا بسالها، قلت لها انت فريد هو؟ قالت لي انا في اعدادي بس حافظه، امي محفظاني عندها 12 سنه وامها محفظاها، تيجي يا اختي نفقات كذا، تيجي 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 تيجي. تدريب يا فندم. تدريب من الاول، انا بحسب البنت في حقوق والله. قالت لي انا في اعدادي، في اعدادي يا انكل. قلت لها ما دام انكل يبقى في اعدادي. حافظين من صغره. ماشي. مده الشكوى 3 شهور. ودي مده انقضاء. خلاص؟ بعد 3 اشهر لا يجوز للمبني عليه ان يقدم شكوى مهما كانت الاحوال، مهما كانت ايه الاحوال. طيب من يوم علمه بالجريمه، بص بقى الحته اللي جايه دي قانونيه قوي، لا يجوز تقديم شكوى الا ضد شخص معلوم. فلا يجوز تقديم شكوى ضد شخص مجهول. طب ال3 اشهر دول من يوم علمه، الراجل سرق الخزنه بتاعته وابنه سرقها وعرف بعد 2 سنين، نبدا نعد اللي بعد 2 سنين دول، ده كام شهر؟ 3. الحمد لله كويس كده. طيب مده الشكوى مده سكوت مش تقادم، وعلى ذلك في فرق بين التقادم والسكوت، مين يقوله لي؟ في فرق بين التقادم والسكوت.
ماشي، التقادم يسري عليه يا باشا انقطاع المدة او وقف المدة، اما السقوط ولا انقطاع ولا وقف. طبعا في فرق بين الانقطاع والوقف يا جماعة. لو الجملة اللي اقولها اللي عايز يقول حاجة يقول يعني ما يكسبش. في فرق بين الانقطاع والوقف. وقف المدة، المدة اللي فاتت بتتحسب ونبدأ من بداية من المدة اللي فاتت، اما انقطاع المدة اللي فات مات. فمدة الجناية 10 سنين في الدعوة، بعد 9 سنين ونص قبضنا على الجاني، أثناء ترحيله هرب. نعد 10 سنين كمان. نعد أيوه، عد 10 إيه؟ سنين كمان. ماشي، ده غير مدة انقضاء الإيه؟ العقوبة، عقوبة الإعدام النيابي تنتهي بعد قد إيه؟ 30 سنة، برافو عليك. إذا تعدد المجني عليه فتقديم الشقة من أحدهما، من أحدهما أكنه قدمه، يعني الراجل سرق فلوس أبوه وأمه، أبوه اللي قدم شكوى أكنها اتقدمت من أمه. أكنها اتقدمت من إيه؟ من يعني مش لازم الاتنين مع بعض. من أحدهما إذا تعدد المجني عليه، المجني عليه أب وأم، تقديم من أحدهما كأنها اتقدمت من مين؟ من الكل. طيب إذا تعدد المتهمين وكانوا كلهم يسري عليهم قانون الشكوى، فهنا تقديم الشكوى ضد الأخ يسري على الأخ الثاني، يسري على يا باشا الأخ إيه؟ الثاني. بيقول لك الشكوى لا تتجزأ، يعني إيه الشكوى لا تتجزأ؟ يعني لا تشتكي، لا ما تشتكيش. الشكوى إيه يا باشا؟ لا تتجزأ، فالشكوى واحدة متكاملة، فإذا قام اثنين بسرقة أبوهم والزوج والأب قدم شكوى ضد الاخ ابن واحد فقط فكانه قدمها ضد مين؟ الاثنين. اذا تنازل عن واحد كانه تنازل عن مين؟ على الاثنين. فالشكوى لا تتجزا. لا ايه يا باشا؟ لا تتجزا. ايه الاصل بتاع الشكوى؟ قدم المجني عليه الشكوى بالاجراءات الصحيحه وفي المده الصحيحه تنغل يد النيابه وتنفرك وتبدا في التحقيق. وتبدا في ايه؟ للتحقيق. وممكن بعد التحقيق تديله حبس، وممكن تديله امر رجع اقامه الدعوه، وممكن ترفع الدعوه، فالنيابه حره. حره، لكن قبل تقديم الشكوى يد النيابه مغلوله، لا تستطيع اي اجراء يمس حريه وشخص المتهم. تقبض على الشريك الثاني اللي هو مش اخوه وتبهدله وتديله 45 يوم و20 تديله اللي عايزه. الا الابن مش هتقرب منه لان الاب لم يقدم شكوى. ده الاصل. يبقى هل يجوز حبس المتهم اللي هو الابن حبس احتياطي؟ لا. قبض عليه؟ لا. تفتيشه؟ لا. تفتيش منزله؟ لا. اذا قامت النيابه بهذه الاجراءات قبل الشكوى فجميع الاجراءات باطله بطلانا مطلقا لانها من النظام العام. طيب من ايه يا باشا؟ النظام العام. قاعده امره لا يجوز مخالفتها ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، قاعده امره مش مكمله. قبضنا على الزوجه المتلبسه بجريمه الزنا وجه جوزها قدم شكوى. النيابه افرجت عن الزوجه. افرجت عن ايه؟ الزوج. الزوجه اتقبضت لزنا وجبنا الزوج، مراتك اهي، نكمل ولا ما نكملش؟ قال له كمل، اديها، انا عايز اسجنها. قررت النيابه الافراج. ليه؟ لان الزوج سبق له الزنا. واحده بواحده، ايه في ايه؟ ايه المشكله؟ والله والله العظيم القانون بتاعنا كده جميل جدا، يعني واحدة بواحدة. واحدة بواحدة. إذا تم القبض على الزوجة والزوج قدم شكوى ضدها بارتكابها جريمة الزنا وكان الزوج سبق له الزنا يتم الإيفاء، لا يجوز تقديم الشكوى. واحدة بواحدة. يكون عليها عفو الإسلام. يا باشا يا باشا لا خد حكم أمر خد إيه؟ خد حكم يا هو باشا هي كده هو القانون بتاعنا كده جميل جدا. طيب الحاله الثانيه دي مراته، نكمل
قال له كمل يا باشا، احبسها يا باشا، اخرب بيتها يا باشا. افراق. ليه؟ لان الزوج كان يعلم مقدما وارتضى بزنا زوجته. لا يعرفوا منين؟ انت ما درستيش قانون اثبات؟ لا درسي الاثبات ولا درستوش؟ في قانون اسمه قانون اثبات، درستيه؟ ادرسي كويس عشان تعرفي ازاي تثبتي. قابل الاثبات على في قرائن، في ادله، في دلائل، في شهاده شهود، في بالمحرر، في بالكتابه، في دي كلها الاثبات يا فندم راجعيها. لازم تراجع اما تثبتي ازاي قدام القاضي. لازم تثبتي الاثبات كله. يبقى اديهم يا باشا محرر في الاثبات يا باشا. اثبات مدني واثبات جنائي. ماشي يا باشا. حاضر. حالتين عدم قبول الشكوى من المجنى عليه برغم تقديمها. واحد رضا الزوج مقدما بزنا زوجته. اثنين سابقة ارتكاب الزوج اللي هو مجنى عليه جريمة زنا. فنص المشرع، انا بتكلم قانون، على انه لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوة من زوجها. وإذا كان الزوج قد زنى في فراش الزوجية فلا يجوز للزوج أن يشكو زوجته إذا زنت. واحدة بواحدة. واحدة بإيه؟ واحدة. ماشي. مجلس الشعب يا جماعة جاي، اللي عايز يعمل حاجة يروح يغيرها، مجلس الشعب جديد زي الفل. مفيش أي مشكلة يعني. انتخبنا ناس زي الفل يعني، روحوا سعادتك يغيروا القانون كله. أنا مالي؟ أنا بص لي ليه؟ أنا جايب حاجة من عندي؟ مش أنا مألف؟ هو القانون قال كده، قال لك واحدة بواحدة. ماشي. اللي ليه التنازل عن الشكوى اللي قدم الشكوى. ولا يسترد القانون اللي قاله الأستاذ حمدي دلوقتي أن يتم تنازل من الزوج أن تكون العلاقة الزوجية ما زالت قائمة، فإذا طلقها وانقضت فترة العدة أي انفصلت العلاقة الزوجية تماما يجوز له يتنازل. أستاذ حمدي قال لنا العبرة بوقت وقوع الجريمة. العبرة كان إيه؟ العبرة كان إيه؟ على طول كده. طيب في جريمة الزنا إذا توفى الزوج أثناء نظر الدعوة أو بعد تقديم الشكوى أو بعد الحكم النهائي يحق لأولاده تقديم التنازل. سيادة المستشار قال لنا في حكم محكمة نقض قال لك يجوز للورثة الشرعيين، يبقى هنزود عليها يجوز لمين؟ لأن بدل الأولاد هنا الأولادها هيبقى الورثة مع الورثة الشرعيين أو الورثة الشرعيين. ماشي. شهادة التنازل شفوي أو كتابي زي تقديم الشكوى، شفوي أو كتابي. طب جريمة الزنا هيبقى شافه إزاي؟ ان هو هيرتضي زوجته وهيعاشرها معاشره الازواج، يبقى كده ارتضى ضمنيا بالتنازل. طيب التنازل عن الشكوى، يتم التنازل عن الشكوى، بص الحته دي يا استاذ حمدي، برمتها يعني بالدعوه الجنائيه والدعوه المدنيه. اما في الادعاء المباشر اذا تنازل المدعي المدني عن الادعاء المباشر فهو يتنازل عن الادعاء المدني وتستمر النيابة العامة في الدعوة الجنائية. شفت الفرق دي يا باشا؟ الشكوى إذا تنازل الزوج أو الأب عن شكوته فإنه تنازل عن الدعوة الجنائية والدعوة المدنية معا. أما في الادعاء المباشر فإذا تنازل المدعي المدني فإنه يتنازل عن الدعوة المدنية فقط لا غير، وتستمر الدعوة الجنائية تباشرها النيابة، لأن النيابة ممثلة عن المجتمع ولا يجوز لها أن تتنازل عن حق المجتمع. الله يسعدك. لا يا باشا مش مشكلة، لا مش أي حاجة، بس في تنازل هنشرحه. في تنازل في الدعوة الجنائية اللي هو التصالح، معلش هنشرح بس أنا عارفك وربنا أنا عارفك هتقول لك إيه. في تنازل في الدعوة الجنائية في بعض الجرائم اللي هي التصالح، والأستاذ حمدي هنعمل فيها إزاي يتم يعني إيه التصالح في الدعوة الجنائية. أوكي. حضرتك يا دكتور، حضرتك ذكرت إن الزوج يعتبر تنازل في دعوة زوجته معاشرة
العشره الزوجيه عن تقديم شكوى او شكواها في جريمه الزنا. نعم. التنازل هنا حضرتك بمجرد المعاشره مجرد يتضع مجرد المعاشره. ما هو ساعتك لا طب في حاجه بس اقولها بس عشان انا برد عليك. لو واحد طلق زوجته وعايز يرضها ولا وعايز يرضها استنى بس وعايز يرضها لازم يعمل ايه؟ ماشي لازم يعشرها. ها ماشي انت عايز ايه بقى؟ حضرتك تقديم الشكوى المفروض مرتبط بفتره زمنيه 3 شهور. ده التقديم. هكذا نكمل السؤال يا دكتور عشان حضرتك تعرف. حاضر اصل سامع والله حبيب قلبي ده حبيبي. حضرتك الزنا وقع الزنا تمت النهارده ثاني يوم عاشرها الزوج، هل يجوز دي انه يقدم الشكوى خلال ال3 شهور؟ مين ده باشا؟ انا باشا انا بشرح التنازل، التنازل بيجي بعد تقديم الشكوى. هو ارتضى. ما هو ارتضى، ما انا شرحتها، اذا ارتضى الزوج بزنا زوجته لا يجوز له ان يقدم شكوى. يقول السؤال بس حضرتك ذكرت الزوج من ضمن اسباب التنازل ان هو حضرتك يعاشر زوجته تنازله عن الشكوى، يعاشر زوجته معاشره زوجيه. الزنا تم النهارده. تاني يوم عاشرها معاشره زوجيه. بعد الشكوى. بعد اسبوع ممكن يقدم الشكوى خلال ال3 شهور؟ خلاص ثلاثه ضمنيه. التنازل عن الشكوى شفاهتك كتابتك ضمنيه. قال لك ضمنيا ازاي الزوجه هيعاشرها؟ العلاقه الزوجيه مفترض في العلاقه الزوجيه يا دكتور هيعاشرها. عاشرها وهي عارف ان هي لسه الثانيه امبارح. ملوش حق ان هو يقدم يا باشا. يقدم ازاي يعني هو عاشرها؟ حتى لو قدم هيعتبر تنازل ضمني. تنازل ضمني. الرضا بيعمل الزوجه هتثبت بقى اللي هو عاشرها بقى تنازل ضمني. مش هدي شهود هتقول والله حتى لو قدم شهود. ما فيهاش هدي شهود. لا لا بس حتى لو قدمت على عودتها مره اخرى الى منزل عدم عدم تاني وعاشرها. يعتبر تنازل. وقعت الزنا وسائل اثباتها بوسائل ماديه. ايوه. وسائل اثبات عرفها قانون الاجراءات الجنائيه. ده صحيح. وقعت التنازل. يعني بيتم اثباتها ازاي؟ برضه مش عارف بس هو عارف انا وعدها الى منزل سعادتك سعادتك الزوجه زنت النهارده. تاني يوم كان عيد ميلادها عملت لها عيد ميلاد في ايه مشكله؟ تنازل ضمني. تنازل ضمني. خلاص يا باشا عادي يا باشا. وقع ماديا يقدر يثبتها.